السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا مشروع تاع حديقة عمومية جديدة تم إنشاؤها مؤخرا في منطقة بجراح وبين بجراح و لامونطان، يعني في الأحياء الجديدة. وهذه الحدائق يعني شيء جميل ومهم جدا تكون فيه هذه الحنادق الحدائق اللي أكيد يعني فضاءات التنفس، خاصة في وسط العمراني نتاع المنطقة اللي تكتظ فيه، تعرف يعني كثافة سكانية كبيرة جدا. إذا تهيئة مثل هذه الفضاءات هو شيء إيجابي كثير بالنسبة للسكان نتاع المنطقة هذه. إذن هذه الحديقة الثانية التي تم افتتاحها في منطقة بجراح وما يسمى بمنطقة لامونطان، ودائما دائما ينادي السلطات المحلية خاصة البلدية اللي يعني تقف على عاتقها مسألة الصيانة بالاعتناء بمثل هذه الفضاءات اللي كما قلنا تعتبر متنفس لسكان المنطقة. إذن هذا أمر مهم جدا. وهنا بالجهة المقابلة نلاحظ أنه فيه تهيئات فضاء عمومي، تهيئات جديدة لكن للأسف الشديد تبقى قضية الصيانة والعمل المتقن ينقص. نشاهد انه الغلاف الارضي كله اسمنت غير يعني بطريقة غير لائقة، فيها يعني
السكان أنادي ندير نداء للسكان نتاع المنطقة باش ينظفوا الأحياء نتاعهم، يديروا عمليات للتنظيف والتحسيس، وكذلك على السلطات البلدية أن يعني تكون على مستوى المسؤولية تاعها، لأن هذه قضية الصيانة والنظافة وكذا هي مسؤولية البلدية مع تحسيس المواطنين ووضع الأماكن لرفع الزبالة ورفع النفايات، لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تعود للبلدية، هي اللي لازم تقوم بهذه الأشياء ولازم تنظم السكان وتحسسهم على ضرورة اعتناء بالمحيط. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.